الشعير هو أقدم حبوب عرفها الإنسان عبر التاريخ، لها فوائد مذهلة. الشعير مفيد لمرضى السكري والسيطرة على مستوى الكوليسترول ولخسارة الوزن والحماية من هشاشة العظم وتقوية جهاز المناعة والحفاظ على صحة الأمعاء وتعزيز صحة القلب وتحسين مظهر البشرة والحماية من حصى المرارة. كتير له فوائد. نطحن الشعير مثل هيك، بنطحنه أو بنجيبه مطحون وجاهز. ممكن نستخدم أي نوع مكسرات أو حبوب أو بذور. استخدمت أنا طحنة لوز، بوضع معلقتين من اللوز وبوضع سمسم معلقتين من السمسم وبوضع بذور الكتان معلقتين. أي بذور متوفرة عندكم وضعوها. بوضع بذر الشمس برضو معلقتين، وبوضع 2 كوب من الدقيق طحناه، وبوضع معلقة صغيرة خميرة وقليل من الملح. بوضع ماء دافئ تقريبا 1/2 كوب، يعني بالتدريج. لو اعتزنا ماء بنوضع بالتدريج هيك. بعد ما ريحناها ربع ساعة، ريحتها ربع ساعة، بعدين بمد العجنة. كتير بسيط الموضوع وسهل. بقطعها بأي أداة متوفرة عنا، بصحن أي شيء توفر عنا بقطعها، وبمدها وبريحها ربع ساعة. ممكن نخبزها في أي شيء متاع عنا، ممكن في المقلة، ممكن في الغاز الكهرباء، الغاز العادي، بالفرن، المهم يكون حرارة عالية بنخبزها. كتير سهل وكتير بسيط. ممكن نفتحها مثل هيك، وممكن نوضع الحشوة مثل هيك نوضعها. وهلقيت حملكو أيضا العصير الشعير، لأنه له فوائد كتير مذهلة. طريقة كتير بسيطة وكتير سهلة، أتمنى أنه أنتوا تجربوها. بنغسل الشعير، بعد الغسيل بنوضع ماء من الحنفية أو من الصنبور وبنتركه 5 ساعات تحت النقع. بننقعه لمدة 5 ساعات، وهيك بعد 5 ساعات نتخلص من الماء. نوضع ماء جديد، يفضل ماء ساخن، وبنعمل الزنجبيل، قطع الزنجبيل نقشره بنقطع، وبنوضع قطع الزنجبيل نتركه يغلي لمدة 15 دقيقة. وهيك بعد 15 دقيقة نفصل الماء، وبنوضع قليل من الليمون حسب الذوق الكمية، وقليل من الملح الكمية حسب الذوق. بنحرك جيد، طبعا بنتركه يبرد. بعد ما يبرد بنقدمه. نوضع حبوب الشعير، نوضع مكعبات ثلج، قطع الليمون، قطع الزنجبيل، وممكن نوضع نعناع، هو طيب بالنعناع أيضا. هيك بنقدمه. هو كتير مفيد، وانا بتمنى انه انتو تقرأوا عنه كتير. هو روعة، والتخزين في الثلاجة في امان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. اتمنى الاشتراك بالقناة، اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.